التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب من ميقاتي. تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية للدفع اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية. كما تناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانغ يي في بكين. وخلال اللقاء أكد شكري وجود سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. وشدد شكري على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشار وزير الخارجية إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية، لافتا إلى وجود مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية. كما أكد شكري أن مصر تبذل كل جهد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة فتح أفق سياسي، مشيرا إلى أن حل دولتين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعلن قصر إليزي أن ماكرون بحث مع نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي وضع المحتجزين في غزة ومن بينهم 8 فرنسيين، وناقش الخطوات الجارية وجهود الشركاء المعنيين من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين. وأشار ماكرون أن هذه المسألة أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا. أكد المشاركون في المؤتمر 12 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية المنعقد بالجزائر في البيان الختامي، أكد إدانتهم واستنكارهم بكل شدة العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل من وقف الإيقاف الفوري للحرب وتعزيز التضامن لإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى سكان قطاع غزة. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر نتيجة التحولات التي يعيشها سوق العمل والصراعات والحروب وتهديدات الإرهاب في الساحل الإفريقي وما يحدث من عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتداعياته على مصير العمال وأفراد أسرهم. أجلت بعثة ثانية مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقيادة منظمة الصحة العالمية أجلت 31 طفلا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى آخر في جنوب غزة. وقد نقل الأطفال المصابون في 6 سيارات إسعاف أمدها الهلال الأحمر الفلسطيني بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية. وشملت البعثة المشتركة أعضاء من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام واليونسف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. ووصفت البعثة من جديد بكونها بعثة شديدة المخاطر نظرا لاندلاع الأعمال القتالية بالقرب من المستشفى.
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطائرات قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص أغلبهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما لا يزال عشرات المواطنين تحت ركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف. وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفى الأندونيسي شمال غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر والقذائف المدفعية في محيطه. وقالت مصادر محلية إن مولدات الكهرباء توقفت بسبب القصف، مؤكدة أن جيش الاحتلال أطلق رصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الأندونيسي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم أيضا قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع، هذا وقصفت مدفعية الاحتلال مدرسة الكويت بجانب المستشفى الإندونيسي بغزة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منزلين لعائلتي ظهير وأبو شلوف في رفح جنوبي قطاع غزة، وسقط 15 شهيدا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال. ورياضيا، فاز المنتخب الوطني على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب سامويل كانيون في ليبيريا. وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.